بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم من جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو هذه غنشوفوا طريقه التفرع الثنائي. اولا اش كتقول هذه الطريقه؟ هذه لتكون اف داله متصله وراتبه قطعا على المجال ا بي، بحيث اف لي اف اف لي بي صار من الزيرو، وليكن الفا الحل الوحيد للمعادله اف لي اكس كتساوي زيرو على المجال ا بي. الاتصال والرتابه واف لي اف اف لي بي صار من الزيرو، هادو هما الشروط ديال مبرهنة القيم الوسيطية. يعني باش تطبقوا مبرهنة القيم الوسيطية كندرسوا الاتصال والرتابة وكنحسبوا الصور ديال هاد المجال اف لي اف اف لي بي، خص تكون صار من الزيرو. اش كتقول؟ قال لك اذا كان اف لي ا في اف لي ا بلس بي سور دو صار من الزيرو، فان الفا كيكون محصور بين ا و ا بلس بي سور دو، وهذا التأطير هذا ديال الفا السعة ديالو هي بي ناقص ا على جوج. يمكن إعادة هذه الطريقة على المجال ا ا بلس بي سور دو للحصول على تأطير أدق. يعني تاني كنعتبرو بأن هذا هو المجال اللي خدامين عليه، كنحسبو السونتر ديالو، غنشوفو كيفاش كنحسبو السونتر ديالو والسعة ديالو، كنقسموه تاني بنفس الطريقة. إذا كان اف لي بي في اف لي ا بلس بي سور دو صار من الزيرو، فإن A plus B sur 2 صار من ألفا صار من B، يعني هذا ألفا يكون بين A plus B sur 2 و B، وهذا التأطير ساعته B moins A sur 2. يمكن إعادة هذه الطريقة على المجال A plus B sur 2 B للحصول على تأطير أدق للعدد ألفا. يعني غنشوفو كيفاش. لدينا F دالة متصلة على المجال ا بي. بالنسبه لمبرهنه القيم الوسطيه باش نطبقوها، اش قلنا؟ عندنا الاتصال ها هو، وعندنا الرتابه، عندنا ايضا اف داله رتيبه قطعا. ماشي علاش قطعا؟ حيت هنا عندنا حل وحيد اللي هو داك الفا. كنحسبوا اف لي ا فوا اف لي بي خصو يكون صار من الزيرو. هانت دابا عندنا واحد لانترفال ا بي، اشنو هو السونتر ديال ا بي؟ السونتر نسمي واحد السي زيرو كتساوي بي موان ا سور دو، عفوا كنديرو بي بلس ا سور دو، هذا هو السونتر اللي هو مركز هذا المجال. هذا النقطة اللي الوسط هي بي بلس ا سور دو، هذا كتسمى مركز المجال ا بي. دابا سعة المجال، سعة المجال ا بي، باش كنقولو سعة المجال بحال قلنا هاد القطعة هادي المسافة، يعني الطول ديال هاد القطعة هادي. سعة المجال نسميها واحد اكس كتساوي العدد الكبير بي موان ا، هذه هي سعه المجال. دابا غنجيو لطريقه التفرع الثنائي. اش كتقول دابا فاش كتكون عندنا ليماج اف لي اف اف لي بي صار من الزيرو؟ اش قلنا؟ قلنا بان هاد اف لي ا اف لي بي صار من الزيرو. اش كتعني؟ يا اما اف لي ا صار من الزيرو و اف لي بي كبر من الزيرو، او لا اف لي ا هنا او شي قرنا في المنطق اف لي ا كبر من الزيرو و اف لي بي صار من الزيرو. هاد جوج الحالات اللي يعطيونا اف لي ا فوا اف لي بي صار من الزيرو. التفرع الثنائي اش كيقول لك؟ كنحسبوا ليماج ديال مركز المجال، يعني كنحسبوا اف ديال بي بلس ا سور دو. عندنا جوج حالات فاش غنحسبو اف ديال بي بلس ا سور دو، يعني نقدروا نلقاوها موجبه ولا نقدروا نلقاوها سالبه. باش نعاودو نطبقو تاني مبرهنه القيم الوسيطيه بهاد النقطه بي بلس ا سور دو والنقطه اولا بي، يعني تقدر تكون اف لي بي بلس ا سور دو موجبه، ولا اف ديال بي بلس ا سور دو سالبه. الا كانت هذه موجبه باش تطبق مبرهنة القيم الوسطية، يعني خصنا نضربوها
في السالبة اللي هي هنا F لب B، أو لا إذا كانت عندنا هذه سالبة باش تولي F لب B plus A sur 2 غنضربوها في شي حاجة تعطينا سالبة، يعني خصنا نضربوها في الموجبة، يعني في هذه الحالة الموجب غنضربو في السالب، يعني هنا F ديال B plus A sur 2 في F لب B هذا غيكون نيجاتيف، حيت هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف. هنا في هذه الحالة F لب B plus A sur 2 نيجاتيف، يعني خصنا نضربو في F، عفوا هنا عندنا بوزيتيف غنضربو في نيجاتيف تعطينا هادي، هنا نيجاتيف نضرب في بوزيتيف F لب B يعطينا صار من الزيرو، يعني هادو بجوج حالة بنفس الحالة. أو لا هنا طحنا في نفس الحالة، يعني F لب B plus A sur 2 في F لب B غتكون نيجاتيف. الحالة الثانية اللي هي F ديال B plus A sur 2 فوا F ل A غتكون صار من الزيرو، عندنا جوج حالات، يعني F لب B plus A sur 2 في F لب B غتكون نيجاتيف نفس هي نفس هاد الحالة هادي، أو لا F لب B plus A sur 2 في F ل A صار من الزيرو. إلا عندنا هاد الحالة نعاود نكتبو هنا، إلا عندنا F لي B plus A sur 2 في F لي B صار من الزيرو، وعندنا تاني الحالة التانية F ديال B plus A sur 2 في F لي A صار من الزيرو. هادي كتقولنا بأن ألفا اللي هو الحل كينتمي للمجال أما أكبر B plus A sur 2 ولا B، يعني B كيتنتمي للمجال B plus A sur 2 حيت هي الصغيرة B، هنا ألفا كتنتمي للمجال أما أكبر B plus A sur 2 يعني A B plus A sur 2، يعني لأن هاد الحالة راه ألفا كتنتمي لهاد المجال، وعندنا هاد الحالة ألفا كتنتمي لهاد المجال في واحد الرسم، عندنا A وعندنا B. دابا شنو هو الهدف ديال هاد التفرع الثنائي أصلا؟ هو كان بحال شي كنحصرو ديك الفا في اصغر انترفال ممكن، اصغر مجال ممكن. دابا في هذه الحاله تولي الفا عندنا هنا، عفوا تولي عندنا الفا هذه الحاله هذه تولي الفا هنا، وهذه الحاله تولي الفا هنا، يعني الفا في الاول كنا عارفينها كاينه في المجال ا بي، ولكن من بعد فاش خدمنا طريقه التفرع الثنائي ولينا عارفين بان الفا كاينه غير هنا او لا هنا. الى عاودتاني طبقنا نفس الطريقه بالنسبة لهاد المجال هادي، يعني تاني نحسبو تاني المركز سي واحد ديال هاد المجال هذا اللي هو اشنو، هذا زائد هذا نقسم على جوج، يعني A plus B sur 2 plus A كلشي على جوج، والسعة ديالو اللي هي ديما الكبير ناقص الصغير، يعني هذا هو المركز والسعة هادي ناقص هادي، يعني A plus B sur 2 moins A. يعني غنعاود تاني نحسبو ليماج ديال هاد المركز هادي، وغنبداو نشوفو تاني إلا كانت موجبة خصنا نضربوها في الصورة السالبة ديال هادو، أو لا إلا كانت سالبة خصنا نضربوها في الصورة الموجبة ديال هادو. غنشوفو واحد التمرين وغنفهمو مزيان إن شاء الله. اش كيقولنا هاد المثال هذا؟ أن واحد الدالة F لي X معرفة ب X أس 3 ناقص 3 X زائد 1، قالك بين أن المعادلة F لي X كتساوي زيرو تقبل حلا واحدا على المجال ناقص واحد واحد، ومن بعد غنبداو بالتأطير ديال ألفا اللي السعة ديالو 25 في 10 أس ناقص جوج، يعني صورة إلى 25. أولا قالك بين أن المعادلة F لي X كتساوي زيرو تقبل حلا واحدا، هذا التطبيق بالنسبة لديك مبرهنات القيم الوسطية. أول حاجة خصنا نبينو بأن F متصلة، يعني الاتصال، شفنا بأن أي دالة X عبارة كنربطوها ب X أس 3 ناقص 3 X زائد 1، أشنا هو هذا؟ حدودية، يعني حدودية متصلة على R. كنقولو F ل X دالة حدودية متصلة على R، وبالخصوص على ناقص واحد واحد، يعني متصل على R، ولكن حنا بغينا بالخصوص المجال اللي غنخدمو عليه ناقص واحد واحد.
دابا دوزنا الاتصال، غنشوفوا الرتابه. الرتابه كنشوفوا اف بريم لي اكس، يعني مشتقه ديال الداله اف. اف بريم لي اكس اش كتساوي؟ اكس اس 3 ناقص 3 اكس زائد 1 بريم. البريم هنايا الرتابه هيك. البريم ديال واحد الحدوديه هي المشتقه ديال كل حد، يعني المشتقه ديال اكس اس 3 هي 3 اكس اس 2 ناقص مشتقه ديال 3 اكس اللي هي 3 زائد المشتقه ديال واحد اللي هي ثابته 0. يعني اف بريم لي اكس كتساوي 3 اكس اس 2 ناقص 3 اللي هي كتساوي 3 عامل لي اكس اس 2 ناقص 1. كنعملو ب 3 من بعد اش كتساوي؟ اكس اس 2 ناقص 1 مطابقه عامه، يعني 3 عامل لي اكس ناقص 1 عامل لي اكس زائد 1. دابا هنا الرتابه خصنا ندرسو الاشارات ديال المشتقه باش نعرفو الرتابه. هاد المشتقه هادي كنشوفو بانها كتنعدم في جوج نقاط اللي هما واحد وناقص واحد. نديرو جدول التغيرات. ان النقاط فين كتنعدم الداله هي ناقص واحد وواحد، هادي اف بريم لي اكس. كنديرو هنا الزيرو حيت كتنعدم هنا وكتنعدم هنا. فين هي الدالة؟ عندنا اكس اس 3 عدي اف بريم 3 اكس اس 2 ناقص 3 داخل ديال الجذر عكس الاشارة ديال ال هي 3 خارج الجذر اشارة ال. كنديرو التمديد هنا، التمديد هنا، هنا اف بريم بوزيتيف يعني اف غتكون كخواسون تزايدية، وهنا نيجاتيف غتكون ديكرواسون تناقصية هنا كخواسون. اش عندنا دابا؟ عندنا اف اف لي اكس تناقصية قطعا على ناقص واحد واحد، يعني عندنا دابا الرتابة عندنا الاتصال. اش بقى لينا؟ الرتابة والاتصال. وكنحسبو الصور ديال المجال، غنحسبو اف ناقص واحد اللي هي ناقص واحد أس ثلاثة ناقص ثلاثة في ناقص واحد زائد واحد اللي هي ناقص واحد زائد ثلاثة زائد واحد اللي هي ثلاثة. اف لي واحد اللي هي واحد ناقص ثلاثة زائد واحد اللي هي شحال؟ هي جوج ناقص واحد اللي هي ناقص واحد. كنلاحظو بأن اف ديال ناقص واحد في اف لي واحد كتساوي ناقص واحد في ثلاثة كتساوي ناقص 3 صار من الزيرو. يعني الشروط كاملين ديال المباراة هنا القيم الوسطية عندنا، عندنا الاتصال، عندنا الرتابة، وعندنا اف لي ناقص واحد في اف لي واحد صار من الزيرو. يعني باستعمال مباراة هنا القيم الوسطية لدينا المعادلة اف لي اكس كتساوي زيرو تقبل حلا وحيدا الفا كينتمي ناقص واحد واحد. علاش قلنا حل الوحيد؟ حيت عندنا اف راتبة قطعا. دابا ننتقلوا للسؤال الثاني اللي هي تحديد سعات، تحديد تقدير الالفا بسعات 25 في 10 ناقص 2. دابا عندنا اولا الفا لقيناها بان كتنتمي للمجال ناقص واحد واحد، وعندنا اف ديال ناقص واحد كتساوي ثلاثة، و اف ديال واحد كتساوي ناقص واحد. اش غنديرو؟ نحسبو المركز ديال ناقص واحد واحد، مركز المجال. ناقص واحد واحد، اش قلنا في مركز المجال؟ كنديرو الكبير ناقص صغير مقسومة على جوج، يعني غنحسم واحد ستة زيرو كتساوي واحد ناقص ناقص واحد على جوج اللي هي واحد ناقص ناقص واحد على جوج. عفوا ديما كنغلط في هاد مركز المجال، كنخلطو مع السعة. المهم مركز المجال
واحد زائد كنديروا الجمع ديال الطرفين مقسوم على جوج، واحد زائد ناقص واحد على جوج اللي هي واحد ناقص واحد على جوج اللي هي زيرو. هي بين مركز المجال ناقص واحد واحد راه هو زيرو. دابا نحسبوا صورة مركز المجال اف ديال زيرو اللي هي شحال، زيرو اس ثلاثة ناقص ثلاثة في زيرو زائد واحد كيساوي واحد، لأن دابا في زيرو كتساوي واحد ياك. يعني دابا حنا بين التأثير ديال المجال، يعني خصنا نشوفو في هاد الأطراف الصورة اللي سالبة باش عندنا هادي موجبة، وباش نطبقو مباراة القيم الوسطية خصنا نضربو صورة موجبة مع صورة سالبة. هادي موجبة خصنا نضربوها مع اف ديال واحد اللي هي سالبة. لدينا اف ديال واحد اف ديال صفر سالبة، حيت عندنا واحد مضروبة في ناقص واحد عطانا ناقص واحد سالبة. يعني دابا الفا كتنتمي دابا للمجال زيرو واحد، عندنا واحد عندنا زيرو، يعني دابا الفا كتنتمي للمجال زيرو واحد. واش طلبونا في السؤال؟ قال لك السعة ديال المجال تكون 25/10 ناقص جوج، يعني خصنا نشوفو هاد السعة ديال هاد المجال هذا. سعة هاد المجال هذه هي الكبير ناقص الصغير، سعة المجال زيرو واحد هي واحد ناقص زيرو اللي هي واحد. يعني مازال ما وصلناش للسعة اللي بغا. غنعاودو تاني نطبقو مباراة القيم الوسطية على هاد المجال هذا. عندنا الصورة ديال صفر وعندنا الصورة ديال واحد، ولكن دابا اش غنديرو؟ خصنا تاني نحسبو المركز ديال هاد المجال. مركز المجال زيرو واحد، مركز المجال اش قلنا نسميوه واحد تساوي واحد اللي هي هادي زائد هادي مقسومة على جوج، يعني واحد زائد صفر مقسومة على جوج اللي هي واحد على جوج. فاش كنحسبو المركز كنحسبو الصورة ديالو اف ديال واحد على جوج اللي هي شحال كتساوي؟ واحد على جوج اس ثلاثة ناقص ثلاثة واحد على جوج زائد واحد اللي هي كتساوي ناقص ثلاثة على ثمانية اللي هي ناقص 0.375. اللي عندو مال الحساب الذهني يقدر يحسب مباشرة، اللي ما عندوش راه يستعمل الحاسب. اش كنلاحظو؟ عندنا اف ديال واحد على جوج سالبة، وعندنا اف ديال زيرو موجبة، و اف ديال واحد سالبة. يعني تاني باش نقلبو على الضرب ديال جوج صور يعطينا سالب، يعني غنهزو هادي لسالبة غنضربوها مع اف لزيرو اللي هي موجبة. لدينا اف لصفر في اف واحد على جوج صار من الزيرو، يعني الفا تاني دابا كتنتمي للمجال صفر واحد على جوج. حاولت شوية بشوية كنضيقو الخناق على هداك الفا. شناهي السعة ديال هاد المجال هذا؟ سعة المجال صفر واحد على جوج اللي هي الكبير ناقص الصغير اللي هي واحد على جوج. يعني السعة ديال هاد المجال دابا هي 0.5، مازال موصلناش لصفر فاصلة خمسة وعشرين. اش غنديرو تاني؟ المركز، مركز المجال صفر واحد على جوج هي سي جوج كتساوي واحد على جوج زائد صفر على جوج. هادي زائد هادي مقسومة على جوج اللي هي واحد على جوج على جوج اللي هي واحد على أربعة اللي هي 0.25. هو مركز هاد المجال هذا واحد على أربعة. غنحسبو دابا ليماج ديالو اف ديال واحد على أربعة اللي هي واحد على أربعة أس ثلاثة ناقص ثلاثة في واحد على أربعة زائد واحد اللي كتساوي 17/16 تقريبا 0.265. اش كنلاحظو؟ بأنها موجبة، وأن دابا خدامين على هاد المجال هذه الصورة ديال المركز ديالو موجبة، يعني خصنا نضربوها مع الصورة السالبة من هاد الجوج اللي هي اف لواحد على جوج. علاش اف لواحد على جوج؟ لقينا هي ناقص 0.375. يعني لدينا اف ديال واحد على جوج
مضروبه في اف ديال 1 على 4 صار من الصفر، يعني الفا كتنتمي للمجال 1 على 4 1 على 2. سعه هذا المجال، هذه سعه المجال 1 على 4 1 على 2، اش كتساوي السعه ديال المجال؟ كبير ناقص صغير، 1 على 2 ناقص 1 على 4 اللي هي شحال؟ 2 على 4 ناقص 1 على 4 اللي هي 1 على 4. يعني فوصلنا الى السعه المطلوبه، كنكونوا جاوبنا هذا التمرين اللي هي 0.25. دابا بانت لكم الهدف من هذا التفرع الثنائي. يعني في الاول كانت عندنا الفا كتنتمي ناقص 1 1، يعني فرضا بينا نقلبوا على هذه الفا هذه في هذا المجال خصنا بزاف ديال الوقت باش نلقاوها، ماشي هي نفسها فاش كتولي تقلب في مجال صغير اللي هو 1 على 4 1 على 2. هذه هي ليتيليتي ديال هذا التفرع الثنائي او الاستعمال ديالها. كنحاولوا نصغروا داك المجال فين كاين داك الحل. كنتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو ان شاء الله، نتشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله.